مع كل هذه الأزمات، ما هو مستقبل هذا الرجل نتنياهو؟ يبدو أنه مستقبل نتنياهو صعب جدا وسط غابة الأزمات المحيطة به، وربما أن حدوث تطورات استثنائية على مستوى الحرب كتوسعة الحرب مثلا إلى أن تصبح حرب إقليمية هو مخرجه الوحيد للحفاظ على مستقبله، خاصة وسط إدراكه أن الإدارة الأمريكية أسيرة الزمن واستحقاق الانتخابات الرئاسية، باتت تبحث بين خصوم نتنياهو في معسكر المعارضة عن بديل وفق تقارير دولية، وبدا مكشوفا أن رجلي نتنياهو وبايدن في اتجاهين متعاكسين، الأول يبحث عن إشعال المنطقة بتوسيع الحرب، وبايدن يبذل الجهود لتهدئة الإقليم، فالرجل يخشى مستقبلا كارثيا كمستقبل جولدا مائير التي خسرت حرب عام 1973، فدفعت هي وحزب العمل الإسرائيلي الحاكم حينها والذي كانت ترأسه الثمن. هي بتقديم استقالتها وحزب العمل خسر موقعه التاريخي وهو المؤسس لإسرائيل وانتقل لمقاعد المعارضة. سوف نغير اتجاه هذا البلد، سنقود هذا البلد إلى الانتخابات، وبعد الانتخابات سيتم تشكيل حكومة أخرى هنا وستكون جيدة.